بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض في المحاضرة الثالثة لنا، دي ليكتشر 3، المحاضرة الثالثة لينا في MAT 333 اللي هو نيوميريكال أناليسيس. ما زلنا في الـ LU factorization. ماشي، هنا بيقول ايه؟ find LU decomposition، هي نفسها factorization برضو. ماشي، بس هنا هنعملها بطريقة تانية اسمها ديوتيل ميثود. ازاي؟ في اللي فاتوا كنا بناخد هنا كنا بناخد L11 وهنا L22. ماشي، وهناك وهنا كان وحيد في اليوهات، فاكرين في الابر كان هنا وحيد. في الطريقه دي لا، هنخلي هنا الوحيد وهنا نخلي U11 وهنا U12 وهنا U2. فهمتوا الفرق بين الطريقتين؟ تمام. طيب يبقى هنا هنخلي عناصر القطر الرئيسي وحيد. ماشي، هيبقى هنا ما فيش الا L21 خلاص، وهنا U11 U12 U22. المفروض حاصل ضرب دول يجيب مين؟ يجيب الماتريكس دي. خلاص، وضحت الفكره؟ طيب يبقى دي ابر لان هنا في زيرو اهو. ماشي، طيب هنيجي نضرب دول في بعض. فبنيجي نضرب الصف الاول في العمود الاول يجيب لك العنصر الاول هنا واحد واحد. فهنضرب ده في ده. ماشي، هنضرب هنا ده في ده وده في ده، يبقى زيرو. ده دول يعملوا زيرو ودول يعملوا واحد واحد، يبقى هنا واحد واحد. طيب عايزين نجيب العنصر هنا اللي هو الصف الاول العمود الثاني، يبقى ناخد الصف الاول العمود الثاني. فهنضرب مين في مين؟ ها، هنضرب ده في ده وده في ده. طب ده يعمل زيرو، دول يعملوا زيرو، يبقى ده في ده يعملوا كام؟ واحد اهو. ماشي، وهكذا. هنا مثلا هيبقى عندنا مين؟ الصف الثاني. الصف الثاني بقى هنبقى العنصر ده الصف الثاني عمود اول، يبقى ناخد الصف الثاني عمود اول. هنضرب الاثنين دول في بعض ودول في بعض. طب ده يعملوا زيرو، هيبقى ده U11 في L2 ايه؟ في L21. طب عايزين نجيب العنصر اللي هنا، العنصر هنا الصف الثاني عمود ثاني، الصف الثاني عمود ثاني. هنضرب ده في ده وهنضرب ده في ده، ده في ده L21 U12، وهنا الواحد في مين؟ في ده اهو. طب هنساوي العناصر متناظره. طب هنساوي مين بمين؟ هيبقى ال U11 اهو هيساوي ال 3 اهو. خلاص، يبقى ال U11 بكام؟ اصبح يساوي كام؟ ال 3. تمام؟ تمام. طيب تعالوا نشوف بعد كده ال U12 ده هيساوي كام؟ هيساوي واحد اهو. ال U1 يبقى نكتبهم هنا، ادي دول اهو كده اهو، يبقى هو ده كده اهو اول حاجه اهي، وده تاني حاجه اهي. ماشي، ال U11 وال U12 يبقى دول كده جبناهم من اول صف. نخش على الصف التاني، يلا نخش على الصف اللي بعده. لما نخش على الصف اللي بعده ايه اللي هنلاحظ؟ ايه يلا ايه اللي احنا هنلاحظه؟ ماشي، يلا نشوف كده ايه اللي هنشوفه في الصف التاني. يبقى العنصر دوت هو ده اهو، ده هو ده هنا ايه؟ ده موقعه مين؟ ساكن فين ده؟ الصف التاني العمود الاول، يبقى هنا ده الصف التاني العمود الاول. يبقى L21 U11 بكام؟ ب6 بالنقص. طيب بس انت جبت U11 ب3 اهي، يعني ال U11 دي بكام؟ دي بكام؟ ب3 اهي. هيبقى دوت في 3 بناقص 6، يبقى ده بكام؟ بناقص 2 اهو. طيب هنا بقى دول كلهم بكام؟ دول كده كل دول بمين؟ بناقص 4 اهم. ماشي، واللي احنا جبناه بنحطه، يعني احنا جبنا هنا مين؟ L21 اهو بناقص 2، U12 بواحد، U22 لسه، يبقى هي دي اللي جت، دي ناقص 2، تيجي الناحيه دي هنا ب2، 2 وناقص 4 تبقى ناقص 2، يبقى جبنا دي، يبقى اللي انا جبتها احط جاي حاططها على طول اهي. خلاص. طيب بعد كده جبنا U22، واضح كل كده حاجه جاي كده جت، ايه اللي عندي؟ U22 واليو1 كله جه. يلا نروح للال، الال هنا في واحد وهنا في واحد وهنا في L21، L21 اهي بناقص 2، يبقى الال جت. طب اليو اهي، اليو U11 جبناها، U11 فين؟ U11 اهي ب3، وفين U12؟ اهي ب1، وهنا الزيرو، وهنا مين؟ U22 اللي هي ناقص 2. كده احنا كده عملنا لها الديكومبوزيشن. فهمتوا الفرق بين الطريقه دي والطريقه اللي فاتت؟ الطريقه اللي فاتت كانت كروت ميثود، اسمها كروت ميثود، طريقه كروت. ماشي، هنا بقى دي اسمها ديوتيل ميثود، احيانا بيسموها او اسمها ديوتيل ميثود. ماشي، طب هناخد برضو مساله اهي. ماشي، دي خلاص فهمناها، هناخد دي بس خلي بالكوا دي، لانه هجيب بعديها مساله لينير سيستم يقول لك حلها بالايه؟ بالال يو ميثود. يلا بقى نمسح هنا وايه؟ ونستفيد بالحته دي. يلا عايزين بقى نحل المساله دي هنا اهو. يلا برضه هيقول لي فايند ذا ال يو ديكومبوزيشن للماتريكس دي.
ماشي. فطريقه سهله وظريفه برضو، بس الفرق بينها وبين اللي فاتت ان هنا بنخلي مع ال العناصر القطريه الرئيسي واحد بس، هي دي الفكره بتاعتها. يلا عايزين نعمل بقى دي بنفس الطريقه. هنفترض 2A ماتريسيز خلاص، وقولي كده عايزين نحل بدل المساله دي اهو، بنفايند ال يو دي كومبوزيشن اوف، فايند ال يو دي كومبوزيشن اوف الماتريكس 3 1 6 ماشي 6 0 هنا 6 0 ماينس 16 وهنا 0 8 ماينس 17 اهي. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنعمل بنفس الطريقه يا جماعه اللي عملنا فيها مساله الثنائيه، هي دي زيها بالظبط. يلا نعملها، وبعدين خلي بالكم لان هستخدمها في حل سيستم، السيستم هيكون الماتريكس بتاعته الايه بتاعته هي نفسها دي، فركزوا معايا عشان ايه نخطف المساله اللي بعدها بالمره زيها، ما نقعدش ايه نعيدها تاني. فبيقول لي هنا كده اهي، بيقول لي هنا كده يلا هناخد اليو والال، يلا هنقول دي بتساوي اهي، بتساوي على طول هنا باخد هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، دي الابر وهنا زيرو، قلنا هنا بنحط وحايد في الحاله في الطريقه دي، وهنا زيرو وهنا زيرو، وهنا هيبقى ال الصف الثاني العمود الاول، الصف الثالث العمود الاول، الصف الثالث العمود الثاني خلاص. ادي كده دي اهي، ادي دي الال. اليو بقى هتمشي ازاي؟ اهي اليو هتمشي كده، يو واحد واحد، يو واحد اتنين، يو واحد تلاتة، هنا صفر وهنا صفر، هيبقى هنا يو اتنين اتنين، يو اتنين تلاتة، هنا زيرو وهنا يو تلاتة تلاتة. شفتوا بقى عكس اللي فاتت، اللي فاتت كان هنا وحايد وهنا ال واحد واحد، ال اتنين اتنين، ال تلاتة تلاتة خلاص، وهنا وحايد. الطريقة اللي فاتت اللي كان اسمها كروت ميثود، لكن دي عكسها، دي اسمها ديوتين ميثود ماشي، دي طريقة ودي طريقة، يعني هي الفكرة عادي. طب دي ال ودي مين يا جماعة؟ وادي اليو. يلا بينا نجيب الصف الأول والصف الثاني وهكذا. هنا الصف الأول اللي هنا هتضرب التلاتة دول في دول، يبقى يجي لك أول عنصر أهو، هيجي لك هنا الصف الأول في العمود الأول، يجي أول عنصر هنا، العنصر ده ساكن فين؟ صف أول عمود أول، فبناخد الصف الأول مع العمود الأول، هيبقى ده في ده وده في ده وده في ده. طب يبقى هنا ايه؟ يو واحد واحد اهو، هيبقى هنا يو واحد واحد. طب اللي هيجي هنا مين؟ ماشي، اللي هيجي هنا ده الصف الاول عمود تاني، هناخد ده مع ده، هيجي مين؟ يو واحد اتنين، هيبقى هنا يو واحد اتنين. طب اللي هنا هيجي مين؟ يو واحد تلاتة اهو، يو واحد تلاتة اهو كده. طب تعال نمسك الصف التاني، هناخد الصف التاني مع ده والصف التاني مع ده والصف التاني مع ده، يلا هيبقى هنا دوت ده مع ده، هيبقى ال 2 1 ال 2 1 مضروبه في مين؟ في ال في يو 1 1، احنا الصف الثاني مع العمود الاول في يو 1 1 خلاص. وبعد ده كده وهنا دوت في زيرو وده في زيرو، يبقى ما فيش حاجه. طب هناخد دوت مع ده، هيبقى ده في ده وده في ده، هيبقى هنا ال 2 1 ماشي في يو واحد اتنين اللي هو ده في ده، زائد يو اتنين اتنين، زائد يو اتنين اتنين، وهنا زيرو في زيرو خلاص. طب هنخش على ده، ده في ده وده في ده وصفر في ده، هيبقى هنا ال اتنين واحد، هنا ال اتنين واحد، يو واحد تلاتة خلاص، وهنا ايه دوت في دوت، يبقى كام؟ يو اتنين تلاتة، يو 2 3 زائد 0 في ده خلاص. هنخش على الصف الثالث، هينضرب هنا 3 2 ماشي، هنضرب ده في ده، ده هنا ودول في صفر وده في صفر، هيبقى ال 3 1 يو 1 1، ال 3 1 يو 1 1 والباقي صفر. طب هنا هيبقى ده في ده وده في ده
وده في صفر هيبقى ال 3 1 في ده هيبقى ال 3 1 في يو 1 2 زائد ال 3 2 يو 2 2 وهنا ايه زيرو عشان ده في زيرو اخر واحد بقى ده هيبقى ده في ده وده في ده وده في ده ماشي واضحه يبقى ال 3 1 هنا ال 3 1 يو 1 3 زائد ال 3 2 يو 2 3 زائد كام 1 اللي هو مين اللي هو يو 3 3 يو 3 3 وهنمسك بقى هنساوي الماتريكس دي بالماتريكس اصلا هيبقى ده بتلاتة يلا هيبقى شوف بقى هناخدهم هيبقى ده بتلاتة ودوت بواحد ودوت بستة على طول هناخدهم يبقى يو واحد واحد يو واحد واحد بتلاتة ادي واحدة ويو واحد اتنين يو واحد اتنين واحد اتنين ولا ايه يو واحد اتنين بواحد خلاص ويو واحد تلاتة بستة ويو واحد تلاتة بستة اول حاجة خلاص ماشي يا ابطال كده احنا ايه مش عايزين الماتريكس دي اللي احنا كتبناها هنا ماشي خلاص شوف سهله ازاي ما فيهاش ادنى مشكله خالص سهله قوي قوي طب كده الصف الاولاني خلصنا منه هنا يو 1 2 يو 1 2 كل حاجه عايزين تبقى مكتوبه مظبوط طيب هنا بعد كده هنا ده بقى دوت يساوي 6 يبقى هنيجي بقى ايه الصف الثاني هيبقى ال 2 1 يو 1 1 ب 6 طب انت عندك يو 1 1 ب 3 هيبقى ال 2 1 في هنا في 3 بتساوي 6 اقسم على 3 يبقى ايه؟ يبقى ال 2 1 بتساوي 6 على 3 2 طب حلو قوي كده جبنا دي تعالوا نجيب دي يو 1 2 اللي هو قصدي هنا نجيب ده هناخد نكتب دول يلا نكتبهم دول في الصف الثاني عمود ثاني يبقى بزيرو اهو هيبقى ال اهو ويا ريت ابعد دي شويه يو 1 3 ابعدها شويه ماشي ابعدها شويه عشان كل حاجه تبقى في مكانها مظبوط يلا تعالوا بقى نكتب دي ديت العنصر ده الصف الثاني عمود الثاني يبقى بزيرو اهو يبقى هنقول هنا ال 2 1 يو 1 2 زائد يو 2 2 كل ده بزيرو طيب اللي عندك مين؟ دوت بواحد يبقى هنا واحد في يو في مين؟ هنا ال قصدي ال 2 1 في دوت بواحد يو 1 2 ده بواحد ده اللي بواحد يعني مش هكتبه زائد يو 2 2 زائد يو 2 طب ده بكام؟ اه بص ده جبناه اهو ب 2 يبقى ده ب 2 حط هنا ده ب 2 اهو اهو ده ب 2 يبقى هنا 2 يبقى 2 في 1 يبقى هنا ده 2 في 1 عشان ده ب 1 وهنا يو 2 2 كل ده بزيرو يبقى ده يروح الناحيه دي يبقى نقدر نقول ان يو 2 2 صار بكام؟ بماينس 2 طب يلا نجيب التالت اللي هو ده يلا هنجيب دوت ال 2 1 اهو ال طب هذا العنصر فين؟ ساكن فين؟ الصف الثاني عمود ثالث يبقى هو ده الصف الثاني العمود الثالث واضحه الصف الثاني العمود الثالث يلا بينا هيبقى عندنا هنا مين ال 2 1 اهو ال 2 1 يو 1 3 زائد يو 2 3 كل ده بيساوي كام ناقص 16 حلو طيب ال 2 1 احنا جبناه ال 2 1 اهو ال 2 1 ب 2 طب يو 1 3 يو 1 3 اهو 6 زائد يو 2 3 كل ده بكام؟ ناقص 16 طب هنا دول بكام؟ 2 هنا يو 1 3 بكام؟ يو 1 3 دي هنا ناقص 2 دي اه دي ناقص لا دي مش ناقص هنا دي كام؟ يو ال 2 1 ال 2 1 بكام؟ ب 2 خلاص 2 2 في 6 بكام؟ ب 12 صح كده 12 وهنا زائد يو 2 3 اوكي طيب هنوديها الناحيه الثانيه تطلع بكام يلا نراجع مع بعض كده نشوف هتطلع بكام يلا فهمتوا نفس الفكره ونفس الطريقه بسيطه جدا 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 اوكي
وهنا راجعوا معايا دي ناقص 2 في 1 دي ناقص 2 في 1 هنا دي ناقص 2 دي ناقص 2 في 1 ناقص 2 في 1 راجعوا معايا هنا دي ناقص 6 دي ناقص 6 يا جماعه دي ماينس 6 احنا قلناها غلط ناقص 6 فهنا دي هتبقى هنا ناقص 6 هتبقى دي ناقص 2 دي ناقص 6 دي هنا ناقص 6 فتبقى دي ناقص 2 هتبقى دي هنا ناقص 2 هتبقى دي هنا ناقص 12 هتروح الناحيه دي تبقى موجب 12 هتبقى ناقص 16 زائد 12 وتروح دي من هنا يبقى اليو 2 3 بتساوي كام؟ ناقص كام؟ ناقص 16 يبقى هنا ناقص 4. طيب راجعوا بس معايا دي كانت مش 6 كانت ناقص 6 بس فاحنا بنشتغل هنغير بس الحته دي اللي هي الجزء ده اللي هو الحته دي تبقى مش ب 6 بناقص 6 اوكي؟ بماينس 6 بس هي دي كانت الفكره بتاعتها اوكي؟ فبالتالي هتبقى دي ناقص 2 مش ب 2 اوكي؟ تمام وهنا برضو هتبقى دي ناقص 2 اهي دي هتبقى هنا ناقص 2 اهي هتبقى دي ناقص 2 هتبقى دي ناقص 12 هتبقى دي 4 حلو جبنا يو كام؟ يو 2 3 يو 2 3 جت بناقص 4 حلو قوي طب في ايه تاني؟ خش على السطر الاخير اللي هو الثالث خلاص السطر الثالث هنا برضو دي كده ما ننساش دي ناقص 6 لما كنا جبنا احنا وانا بنقل مساله وانا بكتب مساله دي ناقص 6 مش 6 فهنا دي تبقى ناقص 6 ماشي هعملها لك واضحه عشان تبقى الامور ايه؟ بسيطه الفكره سهله جدا. يلا هخش على الصف الثالث ال 3 1 يو 1 1 السطر الثالث ال 3 1 اهي يو 1 1 بكام؟ العنصر ده بكام؟ بزيرو اهو بزيرو. طب اليو 1 1 موجود ب 3 يبقى هنا ده 3 في ال 3 1 بيساوي زيرو، حاجة تتضرب في 3 تجيب صفر، يبقى ده بصفر. يبقى ال 3 1 بزيرو. طيب نخش على اللي بعده. الاثنين دول ده زائد ده، طب هنا احنا جبنا ال 3 1 بزيرو، خلي بالك. السطر ده، الحتة دي بس بتساوي كام؟ 8. خلاص؟ بتساوي كام؟ 8. يلا هنساوي دي ب 8، يعني هنساوي كل المقدار ده بال 8 دي. يلا، هتبقى هنا ال 3 1 يو ماشي 1 2 زائد ال 3 2 يو 2 2 يو 2 2 كل ده بيساوي كام؟ 8. طب ايه اللي عندك؟ لاحظ كل حاجه بتبقى فوقيها 2 2 بناقص 2 طيب حلو قوي هيبقى ال طب ايه اللي 3 2 مش عندنا؟ ال 3 2 اهي ال 3 2 وهنا في ناقص 2 وهنا 8 طب هنا ده بزيرو ليه؟ ال 3 ده زيرو زيرو في اي في 1 2 يو 1 2 موجوده يو 1 2 جبناها يو 1 2 حتى بس مش محتاجها دلوقتي لان دي ضربت في زيرو خلاص اهي يو 1 2 ب 1 هتبقى زيرو في 1 هتبقى دي زيرو هنا دي تبقى كام؟ ناقص 2 اقسم 8 على ناقص 2 تبقى ناقص 4 يبقى ال 3 2 تساوي سالب 4 طيب هنروح لاخر معادله اللي هي ديت يلا ماشي يلا هنقول ايه؟ ال 3 1 وال 3 1 بزيرو يبقى ده كله زيرو خلاص يبقى هنا زيرو زائد يو زائد ال 3 2 ال 3 2 اهي هنا ال 3 2 ماشي يو 2 3 يو 2 3 زائد يو 3 3 يو 3 3 كل ده مين؟ كل دول في اي منطقه؟ دول فين؟ ساكنين فين دول؟ الصف الثالث العمود الثالث يعني ناقص 17 يبقى هنا ناقص 17 اهي ماينس 17 طب ده الزيرو فاكرين الزيرو اللي هو مين؟ اللي هو الجزء ده اللي هو ال 3 1 يو لان ال 3 1 بزيرو اهي ال 3 1 بزيرو ال 3 1 بزيرو طيب طب ال 3 2 اهي بناقص 4 يو 2 3 بناقص 4 مش كده برضه ولا ايه؟ ناقص 4 ال يو 2 ناقص 4 ماشي يا ابطال يبقى هنا ولا دي كام؟ هنا واحدة فيهم على فكرة واحدة بتقول 4 ال 3 2 راجعوا معايا هنا يو 2 2 بكام؟ يو 2 2 بصوا الحتة دي بقى
بص يو 2 2 لما تودي ده الناحيه دي هيبقى بالموجب يبقى ب 2، هيبقى هنا 2 كويس خدنا بالنا، هتبقى دي 8 على 2 تبقى دي موجب 4، هتبقى دي موجب 4. شوف كويس واحد يراجع برضه تاني، هنا هنا دي ناقص 2 لما تروح الناحيه دي هي هنا بالناقص هتروح بالزائد ما نخلي بالنا، يبقى دي ب 2 مش ناقص 2 خلاص، يبقى يو 2 2 ب 2 يبقى تقسم 8 على 2 تبقى 4، 4 في ناقص 4 تبقى هنا ناقص 16 خلاص، وهنا زائد يو 3 3 كل ده بيساوي ناقص 17. طب دول يعملوا ناقص 16 لما يروح لك يبقوا 16، يبقى 16 وشيل ناقص 17 يبقى اليو 3 3 بناقص 1 بس كده، جبنا دي وجبنا دي. يلا نعوض في مين، نشوف ال ال شكلها ايه واليو شكلها ايه. يبقى احنا جبنا ال ال وجبنا اليو خلاص، مش محتاج بقى دي خلاص، مش محتاج دي خلاص، كله جبناه كلهم جبناهم، بنكتب ال ال وبنكتب اليو بس كده. ليه بقى؟ لان المساله اللي بعدها يا جماعه محتاجينها، محتاجينها لانه هيجيب لك مساله عليها بالظبط دلوقتي حالا. يبقى الماتريكس دي خلي بالك بقى منها كويس، ال ال بتاعتها اهي، ادي ال ال اللي هي اللور، هنا 1 0 0 ال 2 1 ال 2 1 اهي ناقص 2، وهنا 1 هنا 0 وال 2 1 خلاص ناقص 2، وبعد كده ال 3 1 ب 0 ال 3 1 ب 0 ال 3 2 ب 4 اهي ماشي، وال طبعا دي 1 احنا اتفقنا كل دول بواحد، يبقى دي اول واحده. طب عايزين اليو، احنا عايزين اليو في الايه؟ لو ضربتهم تطلع الاولانيه. طيب اليوات يو 1 1 3 اهي، يو 1 2 ب 1 ويو 1 3 6 اهم خلاص. بعد كده يو 2 2 ب 2، يو 2 2 ب 2 يو 2 3 ناقص 4 خلاص، طبعا هنا ده 0 وده 0. طب يو كام بقى؟ يو 3 3 ناقص 1 اهو، يو 3 3 اهي، وهنا طبعا 0 مش عايزه كلام. يبقى انا جبت مين دلوقتي؟ ادي اليو، ادي ال ال وادي اليو، ادي الديكومبوزيشن بتاعه ال في اليو، ادي جبنا ال ال وجبنا اليو. طب بصوا بقى السؤال اللي بعده بيقول لي يوز ال يو ديكومبوزيشن، المساله اللي بعديها استخدم ال ال يو ديكومبوزيشن عشان تحل المساله دي. اي مساله بقى جت في امتحان مهمه جدا وعندكم في المذكره، هيقول لك استخدم ال ال يو ديكومبوزيشن عشان تحل السيستم ده ماشي اهو، تو سولف. مساله بقى جميله مش هنتعب فيها خالص، لماذا؟ هقول لك ليه. المساله اللي بعدها بيقول لي كده يوز ال يو ديكومبوزيشن تو سولف، يعني محدد طريقه مش اي طريقه ماشي، استخدم ال ال يو ديكومبوزيشن اهي، استخدم ال ال يو ديكومبوزيشن عشان تحل السيستم ده اهو. اكزامبل اهو يوز اهو، مساله اهي يوز اهي، يوز ال يو ديكومبوزيشن to solve to solve ادي السيستم اهو، 3 1 6 ناقص 6 0 ناقص 16 0 8 ناقص 17 وكل ده في اكس 1 اكس 2 اكس 3 كل ده بيساوي 0 4 17 0 4 17. طب خلي بالكم ممكن تيجي كده وممكن تيجي ايه 3 اكس 1 زائد اكس 2 زائد 6 اكس 3 بتساوي 0 وناقص 6 اكس 1 زائد 0 اكس 2 ماشي ناقص 16 اكس 3 بتساوي 4، يعني خلي بالكم يعني ممكن نكتبها كده وممكن نكتبها بصيغه ثانيه ماشي، خلي بالكم يعني ممكن نكتبها لكم جاهزه كده سيستم ماشي، اكتبها لكم في صوره السيستم دي كده جاهزه ماشي يا ابطال، انا عايزكم عشان ما تتلخبطوش، يعني ممكن يكتبها كده وممكن يكتبها في الصيغه دي 3 اكس 1 زائد اكس 2 زائد 6 اكس 3 بتساوي 0 ناقص 6 اكس 1 زائد 0 اكس 2 ناقص 16 اكس 3 بتساوي 4
و0 اكس 1 زائد 8 اكس 2 ناقص 17 اكس 3 بيساوي 17، ويدي لك معادلات. خلاص واضحه؟ طيب انا بقى عايز استخدم ال يو، خلاص هشيل ال ايه، هي دي هي دي اهي، هي دي هي نفسها اللي انا لسه عاملها في ال يو دي كومبوزيشن، فمش هقعد اعملها تاني، خلاص عملناها. فهقوم جاي كاتبها في ال يو، يلا بينا. هنقول هنفترض ادي ال ايه، ما هي دي ال ايه، اكس بتساوي ال ايه البي، هخليها بقى ال يو في اكس بتساوي نفس البي اللي هو مين؟ 0 4 17. خلاص 17 اهي، وهاخد اليو اكس هسميها زد واحلها. خلاص اليو اكس هسميها ايه؟ زد. هسمي اليو اكس هسميها زد، زد يعني زد 1 زد 2 زد 3، واصبحت دي زد، يبقى اصبحت ال زد بتساوي دول، بتساوي 0 4 17. طب فين بقى ال 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 اهي، والزد زد 1 زد 2 زد 3، ادي ال ال، يلا اكتب ال ال، ادي 1 0 0 ناقص 2 1 0 0 4 1، الزد اهي زد 1 زد 2 زد 3 بتساوي مين؟ البي. ماشي، البي اللي هي مين؟ 0 4 17. طب حلو قوي، خدها من اول فوق بقى، دي في دي، واحد في زد واحد زد واحد، وهنا 0 وهنا 0، يبقى زد واحد بزيرو اهي، يبقى زد واحد بصفر، ادي واحد. هناخد ده في ده هيبقى مين؟ ها هيبقى ناقص 2 زد واحد يبقى 0، زائد زد 2 يبقى هنا زد 2، زائد 0 ده بتساوي 4، يبقى زد 2 ب 4. اخر واحده 0 في ده 4 ده و1 في ده، يبقى 4 زد 2 يعني 4 في 4، ما 4 زد 2 وزد 2 ب 4، زائد زد 3 بتساوي 17. طب دول 16 يجوا الناحيه دي بالناقص، يبقى 17 شيل منها 16 يبقى 1، يبقى زد 3 ب 1. طب حلو قوي، ارجع بقى لدي، الزد جبتها انت، الزد 1 ب 0، يبقى 0 و4 وكام 1. طب يلا نرجع للمعادله دي، المعادله دي بتقول لك ايه؟ ادي الزد، الزد انت جبتها 0 4 1، يبقى 0 4 1 ادي الزد. طب اليو، اليو اهي، اليو اهي 3 اهي، اليو اهي، اليو اهي. طب هنا، طب هنا مين بقى دلوقتي؟ هنا مين؟ اكس بقى، هنا ايه؟ يو اكس، الاكس يعني مين؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3 اهي، وهنحط هنا اليو، هنحط هنا بقى مين؟ ادي اليو، يلا نحط هنا اليو، بس اتحلت المساله خلاص. اليو في الاكس بتساوي الايه؟ الزد، الزد اهي زد 1 زد 2 زد 3. طب اليو منين؟ اليو هي 3 1 6 اهي، 3 1 6. طب واللي بعديها؟ اليو اهي ما تنسوش اهي، احنا لما احنا جبناها ليه؟ 0 2 ناقص 4، 0 2 ناقص 4، 0 0 ماينس 1، 0 0 ماينس 1. طيب يلا بينا، خدها من تحت لفوق اسهل، اضرب ده في دول، 0 هنا و0 هنا، يبقى ناقص اكس 3 ناقص اكس 3 ب 1، يبقى اكس 3 بناقص 1، ادي اول مجهول في اللي عندي. نخش هنا، ده في ده ب 0، ده في ده ب 2 اكس 2، 2 اكس 2 ناقص 4 اكس 3 بتساوي 4 دي. طب اكس 3 بكام؟ بناقص 1، يبقى هنا ناقص 4 في ناقص 1 بقت 4. وعندك هنا 2 اكس 3 وهنا 4، 4 تروح مع 4 يبقى 2 اكس 3 بكام؟ بصفر. 2 اكس 3 بصفر يبقى اكس 3 بكام؟ يبقى اكس 3 بصفر. يبقى اكس 3 بزيرو، اوكي؟ يبقى اكس 3 جت بكام؟ بزيرو، اوكي؟ يبقى احنا كده قدرنا ايه؟ قدرنا نعملها، يبقى كده سهله جدا جدا، ماشي يا ابطال؟ يبقى احنا كده جبنا اكس 3 بزيرو، طيب واكس 1 اهي بناقص 1، فاضل اكس 2 هنضرب بقى ايه؟ هنضرب بقى مين؟ اخر واحده اللي هي اللي فوق خالص، اوكي؟ اخر واحده اللي هي فوق خالص، ماشي؟ اللي فوق خالص هنعملها على طول، اوكي؟ يلا اللي فوق خالص، يلا ناخده اخر واحده اللي فوق، يبقى 3 اكس 1، 3 اكس 1 زائد، أو 3 إكس 1 زائد إكس 2
زائد 6 اكس 3 كوريا بيساوي الزيرو. طب اكس 3 بزيرو مع السلامة. طب 3 اكس 1 الاكس 1 بناقص 1 يبقى ناقص 3. واكس 2 فين اكس 2؟ اهي زائد اكس 2 وكوريا بزيرو يبقى اكس 2 ب 3 او يبقى اكس 2 بتساوي 3 لان هنا اكس 3 بزيرو يبقى هي ما فيش الا دي. يبقى دي ودي بزيرو يبقى اكس 2 ب 3 يبقى اكس 2 ب 3. طب اكس 2 ب 3 اكس 2 ب 3. طب واكس 1 احنا جبنا اكس 1 وما جبناهاش؟ كان هنا اكس 3 اهي اكس 3 وجبنا اكس 3 بصفر. اكس 3 هنا اكس دي كانت اكس كام دي؟ اكس 3 بناقص 1 اكس 3 هنا اكس 1 دي 3 اكس 1 سوري هنا دي 3 اكس 1 3 اكس 1 اكس 2 هنا اكس 2 فين يا ربي جبناها؟ احنا جبنا اكس 2 هنا بصوا كده معايا دي كده اكس 3 بكام؟ اكس 3 بواحد بناقص 1 حلو. طيب هنا كده 2 اكس 2 اكس 2 راجعوا معايا كده بالراحه ايوه هنا 2 بصوا راجعوا عادي 2 اكس 2 2 اكس 2 ناقص 4 اكس 3 بتساوي 4 حلو. طيب يبقى هنا 2 اكس 3 اكس 3 دي بناقص 1 يبقى دي ناقص 4 تبقى دي ناقص 4 وهنا 2 اكس 2 دي شفت بقى الواحد لما بيكتب بسرعه 2 اكس 2 بتساوي 4 هنا هتروح ان دي ناقص 4 و4 تبقى هنا 8 معلش نعملها بالراحه يا جماعه نعملها بالراحه احسن عشان ايه بالراحه خالص نعملها بالراحه عشان ما نلخبطش الدنيا يلا بالله احنا عملنا كل حاجه مظبوطه مش عايزين نستعجل وطبعا ما حد بيجي له تليفون بيشتت الانتباه اوكي بالراحه دي نعملها مع بعض بالراحه اخر واحده هنا ده في زيرو ده زيرو ده زيرو يبقى ناقص اكس 3 ب 1 يبقى اكس 3 بتساوي ناقص 1 بالراحه خالص يلا هناخد دي هنا ده زيرو هنا 2 اكس 2 2 اكس 2 ناقص 4 اكس 3 ماشي بتساوي 4 حلو اكس 3 دي بناقص 1 ناقص 1 في ديت هتبقى دي 4 4 وهنا في 4 وهنا في 2 اكس 2 خلاص تمام كده هنا دي ناقص 4 اكس 3 واكس 3 بناقص 1 يبقى دي هنا زائد 4 هتروح ال 4 مع ال 4 يبقى اكس 2 بصفر اكس 2 بزيرو خلاص هنخش على الاولانيه 3 اكس 1 3 اكس 1 وهنا عندك 1 اكس 2 اكس 2 و6 اكس 3 كل ده بزيرو خلاص يلا بينا 3 اكس 1 مش عندنا اكس 1 يبقى 3 اكس 1 اكس 2 بزيرو اهي يبقى هنا زيرو و6 اكس 3 اكس 3 بناقص 1 يبقى ناقص 6 كل ده بيساوي زيرو ودي الستة الناحية التانية يبقى 3 اكس 1 ب 6 يبقى الاكس 1 ب 6 على 3 2 يبقى جبنا الاكسات يبقى جبنا الحل الحل مين؟ اكس 1 اهو اكس 1 ب 2 اهو اكس 1 ب 2 واكس 2 ب 0 اكس 2 ب 0 واكس 3 اكس 3 ب ماينس 1 يبقى ده الحل بتاعنا اوكي ماشي يعني شوفوا احنا استغلينا بس ان احنا ايه تخيلوا بقى ان احنا لو كنا قعدنا نجيب الايه يبقى اكس 3 يبقى راجعوا معايا الارقام لو سمحتم اكس 3 تمام مظبوط يبقى اكس 3 بناقص 1 صح واكس 1 ب 2 مظبوطه واكس 2 ب 0 مظبوط كده تمام يا ابطال طبعا اللي ساعدنا ان احنا ايه عملنا في الاول الايه اللي يدي كومبوزيشن المساله اللي بعدها اللي قبلها ولا ايه فدي ساعدتنا على طول خدناها على الجهاز مش نقعد نعيد من تاني اوكي برضو المره الجايه ان شاء الله المحاضره الجايه هنشوف هل كل ماتريكس اقدر اعملها ال يو دي كومبوزيشن في شرط هنشوفه ان شاء الله في المحاضره القادمه ان شاء الله اوكي الله يعطيكم العافيه شفتم لازم واحد يمشي بهدوء ما حد مفيش حاجه تشتت انتباهك لازم تركيز لان اي غلط ممكن يؤثر في الحل الله يعطيكم العافيه